حلت الفنانة الجزائرية والمشتركة في برنامج The Voice الموسم الخامس آمال سكاك ضيفة على قناة النهار، وعند سؤالها عن أفضل فنانة مثلت الجزائر في برنامج ستار أكاديمي بين أمل بوشوشة وكنزة مرسلي وسهيلة بلشهب، اختارت آمال سكاك سهيلة بلشهب في المرتبة الأولى، ثم كنزة مرسلي في المرتبة الثانية، وأمل بوشوشة في المرتبة الثالثة. عنديش فكرة بصح نشوف يعني، وعلى حسب خبرتي هكا بالفن وبالسمعة سهيلة بلشهب بالأول، كنزة وأمل بوشوشة ما نسمع، كنزة أنا سمعتها، أمل بوشوشة ما يعني ما سمعتش صوتها يعني تقريبا، بس ممكن نرشح كنزة قبل أمل بوشوشة.